سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا في الانترنت. السلام عليكم ورحمه الله. الزفلاوي الفرع الايطالي للمنظمه الحقوقيه الدوليه امنيستي انترناسيونال نهار 25 جوان الماضي يعني الاسبوع اللي فات نشر تقرير يدين فيه عصابة ولاد الحرام اللي تحكم في الجزائر على الانتهاكات اللي راهي تقوم بها ضد الشعب الجزائري. في البيان اللي نشرته هذه المنظمة تقول انه السلطات الجزائرية راهي تقوم بعملية قمع مكثفة أدت إلى توقيف عدد كبير من الأشخاص، وكل ما نسب إليهم من تهم هي تهم واهية لأنها تتعلق بحرية التعبير وحرية الاجتماع، وهذا كان تم قبل الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان. والمنظمة أمنيستي انترناسيونال تقول أنها اطلعت على 37 حالة تاع مناضلين تم اعتقالهم بدون سبب لأنهم شاركوا في مظاهرات وعبروا عن مواقف مناهضة لسياسة النظام. المنظمة الإيطالية هذه الفرع الإيطالي لمنظمة أمنيستي انترناسيونال تقول أن السلطات الجزائرية هما ما يقولوش عصابة ولاد الحرام، احنا نقولوا عصابة ولاد الحرام، تقول أن السلطات الجزائرية استعملت كل الإمكانيات اللي متوفرة لها باش تقمع كل صوت اللي يجي ضدها، ومن ضمنهم الحركة الاحتجاجية المسماة الحراك، تقول وتم توقيف عدة مناظرين ووجوه من الحراك بتهم واهية. هذا ما جاء في التقرير اللي امضته السيدة أمنة قلالي المديرة المساعدة لأمنيستي انترناسيونال للشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية. كما يذكر التقرير هذا الظلم اللي تعرض له القاضي سعد الدين مرزوق وتقول انه يوم 30 ماي المجلس الاعلى للقضاة اللي ما عنده حتى استقلالية باعتبار انه يرأسه رئيس الجمهورية كان انزع للقاضي سعد الدين مرزوق صفة قاضي يعني تم لفظه من المهنة بسبب آرائه اللي عبر عليها واللي كانت في صالح الديمقراطية وفي صالح الحراك، وتقول انه القانون الدولي يفرض انه تكون عقوبة أنه عقوبة القضاة لآرائهم السياسية لا تعتبر يعني جنحة أو خطأ يعاقب عليه القاضي. L'imposition de sanctions de peine au juge pour l'expression publique de leurs opinions est illégale. أنك تفرض على قاضي أو تحكم على قاضي تعاقبه لأنه عبر عن آرائه علنا، هذا غير قانوني وغير شرعي. ولكن قل لي متى كانوا الفيوات
يعرفوا القانون ولا يحترموا القانون، يعرفوا يذكروه بالاسم لما يحبوا وما يعفسوا فيه ويهينوا الناس اللي تطبق القانون. هذا الإدانة اللي جات من أمنيستي انترناسيونال تعتبر وصمة عار في جبين فويوات ما يعرفوش معنى العار وما يعرفوش معنى الفضيحة وما يعرفوش معنى الشرف، لأن عمر ما كان لهم شرف هالفويوات، لأنه عيب عيب أنه حكام الجزائر اللي حكموا بلاد ضحوا من أجلها مليون ونص شهيد يجعلوها مسخرة أمام العالم وتدان بسبب قمح الحريات، الحرية اللي دفعوا عليها الثمن رجال ونساء عددهم مليون ونص. كيفاش بلاد اللي تدفع أغلى ثمن ولا الشعب دفع الثمن هذا؟ إنه لما نقولوا مليون ونص نذكروا باللي في 54 عدد سكان الجزائر كان 10 ملايين، يعني إنه الجزائر ضحت بأكثر من 10 سكانها. تصور ولا شعب في العالم ضحى بالعشر دياله من أجل الحرية، واليوم يجوا رخاص بني رخاص ولاد حرام يحرموه من هذه الحرية. نقتاش هذا صرا نقتاش. كيفاش بلاد اللي شعبها يدفع ثمن حريته العشر من سكانه يموتوا من أجل الحرية، يجي واحد ولد حرام كما شنقريحة ولا كما تبون ولا اللي متخبين مريد ونزار وتوفيق وجماعتهم يجيو يحرموا الشعب الجزائري من هذه الحرية؟ شكون يقبلها؟ شكون يقبلها؟ الأزلام اللي صفقوا لهذا الخماج هذو هما برك اللي يقبلوها، لأنهم عندهم لا وعي ولا ضمير. أما شنقريحة حتى وإن كان مختل عقليا مثله مثل تبون المهبول، حتى وإن رفع عليهم القلم يبقوا دائما خبثاء وخونة، خانوا أحد الشهداء اللي دفعوا الثمن الغالي من أجل حرية الشعب الجزائري ويجيوا اليوم يحرموه من هذه الحرية. على كل حال هما بعد ما همش حرار اليوم، راهم سجناء سياستهم، هما أكبر السجناء، لأنهم ما يقدرون يخرجوا لهك لهك، ما يقدروش حتى يخرجوا يشربوا قهوة يتمتعوا بهذيك القعدة في قهوة شعبية ويشرب نص نص، ما يقدروش يعيشوا هذه اللحظات، هذيك عمرهم يشوفوها، لأنهم عايشين في سجن أكثر من السجن اللي بناوه الشعب الجزائري. ربي يقدر الخير بلادنا يبعد عليها ولد الحرام. السلام عليكم.